ذلك كعقاب لهم، وطبعا يكون يعني في هذه الفترة الأهالي هم مسؤولون عن الأطفال وكأنهم سجنون لأبنائهم، ما ينعكس سلبا طبعا على العائلة ككل وعلى الأطفال بشكل خاص الذين يعتقدون أنه الأهالي سجنين لهم في هذه الفترة، وطبعا هم مجبرون على ذلك دليل. أكيد طبعا بهذا الموضوع مشاهدينا رح نتحدث مع الأخصائية الاجتماعية السيدة سوزان أبو لبن جلاجلي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني بنتحدث عن الأرقام المذهلة واللي بتشير إلها الإحصائيات والمتعلقة بحالات الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية على الأطفال المقدسيين. هاي الإحصائيات طبعا بتأكد حجم الحرب الشرسة اللي بيفرضها الاحتلال على دولة فلسطين وتحديدا على الأطفال المقدسيين. الوضع بيكون أصعب وأخطر في حال تحدثنا عن نفسية هؤلاء الأطفال، يعني في حال تم إجراء عقوبة أو اتخاذ عقوبة بحقهم وهي الإقامة الجبرية أو الحبس المنزلي. خلينا نتحدث بشكل عام عن نفسية الطفل كطفل. هل الإقامة الجبرية أو الحبس هو بالحقيقة هو السجن، سجن للطفل. هي مسميات بالقانون الإسرائيلي هي يعني اختلفت، بس هي بالحقيقة حرب نفسية على الأطفال وأهليهم. طبعا أنه وجود طفل تنتهك حقوقه، تنتهك الحريته، وانه يجبروه بالحبس المنزلي طبعا لها ضغوطات نفسيه كبيره. من هاي الضغوطات انه هناك شعور بقلق وتوتر، شعور دائم بالاحباط، خاصه في المرحله الاولى من الحبس، لانه طبعا الحبس المنزلي هو على عده مراحل. هلا بالمرحله الاولى نقول اول شهر او شهرين، يعني حسب احنا شفنا طبعا الاطفال المقدسيين خاصه اللي تعرضوا للحبس المنزلي شو مشاعرهم، انه بيشعروا بقلق وتوتر، عدم الثقة، خوف شديد، حتى فيش ثقة من الحواليه، من الأقرباء أو من الأصدقاء أو من الجيران، إنه ممكن يبلغوا عنه، إنه ممكن هلأ يجوا ياخدوا الشرطة، ممكن إنه يرجع للسجن. حتى شخصيته بتنهز الطفل بهيك أجواء. طبعا هي عدة، ما زي ما قلنا، هي عدة مراحل أو مستويات بمرق فيها الطفل. لاحقا خلينا نقول بعد شهرين بشعر الطفل إنه بالانطفاء، خلينا نقول الانطفاء، يعني انه الساعه البيولوجيه تتغير عنده طبعًا. يعني نوم بالنهار وسهر بالليل، فيش ممارسه لحياته الطبيعيه. شو يعني شو حقوق الطفل؟ طبعا حق الطفل حقه في التعليم، حقه في ممارسه الانشطه الفعاليه، حقه في الحركه، حقه بكل شيء. هلا يوم يكون عنده الاقامه الجبريه تنتهك او تنسحب منه كل هاي الحقوق، وهي زي ما انا قلت حرب نفسيه او هدم شخصيه الطفل بطريقه مختلفه. اللي هو بسموه انه هي انه الطفل المقدسي مش موجود بالسجن، انه موجود في بيته بس هو حبس. بالاضافه الى الغرامات الماليه الباهظه، يعني بكون هون خوف، وهون ممكن ندخل انه الاهل